Mustafa Al-Khsem, fondateur et président de la fondation Mustafa Al-Khsem et champion du monde de full contact kickboxing national. جينا اليوم هنا المكناس لهذا الدوار هنا تقريبا المكناس نتعاونوا مع 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 الشباب الاطفال ديال المكناس ديال هذا الدوار هذا فرقنا عليهم شويه ديال البسكويات داكشي ديال هضرنا مع على عليا وعلى لا كارير ديالي وعلى وعلى ليدوكاسيون اللي كيف تكون كي الناس نقول لك زعما وفكرنا فيهم بان حنا راه كاينين وكنشجعوهم باش على القرايه على الرياضه وصافي داكشي اللي كاين زعما بيتي فيزيت وفرحنا بهم وفرحوا بنا والحمد لله فريمون سي اغيابل. خويا كنشكروا هاد الجمعيه ديال السفراء الاسماعيليه بهذا النشاط اللي قمت به في هاد المنطقه اللي جات في هاد الفصل ديال الشتاء تبرعات على الدراري الصغار بالحوايج ديال فصل الشتاء وكنشكر البطل بطل العالم مغربي مصطفى وكنشكر الناس اللي شاركوا معنا في هذا الحفل وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سعيد جدا أكون بجماعة نجاط هذه الجماعة الجميلة المنطقة في لحية رائعة وكنشكر بالمناسبة الجمعية اللي وجهت لي الدعوة الكريمة جمعية سفراء الإسماعيلية. في الحقيقة أنا سعيد أنني نحضر لهذا الأنشطة اللي احنا في حاجة لها في مدينة مكناس ولا سيما في النواحي لأنه كاين احنا في حاجة لأننا نتواصلوا وهذا دور المجتمع المدني ودور الجمعيات اللي كتشتغل في هذا الباب اننا نتواصلوا مع الناس اللي في حاجه وهذا النشاط اللي دار اليوم ما هو الا دليل على ان المغاربه كيتميزوا بالنبل والسمو والتكافل. هذه الثقافه اللي احنا الان في حاجه لها ولا سيما في هذه الظروف نقتربوا من ذوي الحاجات الناس اللي ناقصهم مجموعه ديال الاشياء كذلك الاشتغال على مستوى تبليغ الثقافه لا الفنيه ومن كنقول الثقافه تنقول المجالات الابداعيه بشكل عام لهذه المناطق هذه لان في الحقيقه عندنا مناطق المغرب جميل ورائع جدا لكن كيفاش كنتعاملوا مع هذه المناطق هذا هو اللي خاص يتعاد فيه النظر واليوم باش نشوف جمعيه جايه من الحاضره الاسماعيليه على اساس انها تتعامل مع الناس المسنين ومع الاطفال اللي في حاجه لمجموعه ديال الاشياء وتمد لهم يد المساعده هذا ما كيبين الا ان المغرب بلد رائع وبلد جميل بشرفائه. فشكرا جزيلا لكل من ساهم في انجاح هذا اللقاء التواصلي اولا والاجتماعي ثانيا. شكرا كذلك لجمعية السفراء الإسماعيلية على الدعوة الكريمة وأنا راه الإشارة في هذا الباب لأنني لا بدون قيد ولا شر لأننا احنا في حاجة أننا نوزع رسائل الحب ونمد يدينا الضعيف فينا نمد له يديه واللي كبر منا واللي عالي علينا في مجموعه ديال المستويات خاصو ينتبه لنا على اساس انه يقع التواصل ما بين القمه والقاعده وللاسف انه كنشوف واحد المجموعه ديال الحالات اللي بلا هذا المجتمع المدني وبلا تحركات الجمعيات ما يمكنش نوصلوا للمبتغى لان عندنا اطفال في حاجه اللي يمد لهم يد المساعده واللي يعاونهم على اساس انهم يكملوا دراستهم وكذلك تقريبهم على مستوى التعاوي شنو قيمه الدراسه كذلك في المجال الطبي وهذا ما قامت به الجمعيه ديال السفراء الاسماعيليه اليوم فهذا كيبين ان بلادنا الحمد لله بقى عندها شرفائها وعندها الشريفات ديالها اللي كيشتغلوا في الصمت بعيد عن الضجيج بعيد على الكاميرات بعيد على مجموعه ديال الاشياء لا شنو الدرجه الاولى هو حب الوطن وحب الله. شكرا جزيلا على الدعوه وفقكم الله وسدد خطاكم مزيد من التالق والنجاح في المجال الاجتماعي. بسم الله الرحمن الرحيم ونحن نتواجد الان بجامعه القرويه نجاط
الطواحي ديالها بواحد الضيعه اللي استضفونا واستضفوا جميع الجمعيات وجميع الحضور. انا جيت شغوف بهذه الجمعيه ديال السفراء الاسماعيليه اللي كترأسها الاستاذه والعزيزه والغاليه علينا لالا ايمان دوي. في الواقع دائما كنشوفوا لي زكتيفيتي ديال الايمان الحمد لله باستمرار، وهذا شيء تيشرف العنصر النسوي وكيشرف المدينه الاسماعيليه وكيشرف كذلك جامعه بجاط. فاليوم كان في هذا الصباح، كانت صباحيه فيها حمله طبيه واستفدت منها جميع الساكنه ديال جامعه بجاط مع الضواحي ديالها اللي هي البريديه. كذلك كان توزيع الملابس وبعض الحاجيات اللي كتخص الاطفال، وهذا شيء جميل اننا باش نفرحوا الاطفال راه ماشي سهل. فشكرا لجمعيه السفراء الاسماعيليه وشكرا جزيلا للا ايمان، راه حنا تنفناو فكر للا ايمان. تبارك الله عليك. السلام عليكم. الاسم حسن العيساوي آل الشيخ الكامل، رئيس نسقه الابليس الوطني محبي الطريق العيساويه، رئيس لجنه التصوف والدفاع عن الوطني حاج الوطن وخارج الوطن، عضو في الرابطه الشرفاء الحسنيين والحسينيين. كنشكروا اليوم جمعيه السفراء الاسماعيليه اللي كتمثلها رئيستها ديال عمل الدواي نبات النداء قياده مزات، والباء والنداء جميع السكان بان دار حمله طبيه تحسيسيه محالي باش يحقوا بهذ الامراض بعد يعالجوا من تصحي السكر والافات وهاد الحالات الفلانزوين اللي ولا وصلنا لها. داروا تحاليل وعطوا توعيه، حمله طاقم طبي عطاهم توعيه بحضور قناه الحلقه، وفي المساء بعد وجبات الغداء نادوا جمعيه السفراء الاسماعيليه بتبرعات الاطفال المنطقه بملبس الالبسه وبحضور البطل مصطفى الخصم وحضور شخصيات وزينه من المنطقه ورجال السلطه واعضاء من الجمعيات ورؤساء الجمعيات، وكنشكرهم شكرا جزيلا. تبارك الله عليكم، الله يستركم والله ينوركم. منين جبتوا هاد الملابس لهاد الناس هادو هاد الدوار هذا ورحت هما فرحانين بالدراري الصغار والكبار، والله يجازيكم بالخير. السلام عليكم. كنشكر هذه الجمعيه وكنشكر ايمان الدواي وعلى هذا على هذا التنظيم اللي دارت لينا هنايا في مجاط، وهادشي داز زوين وجات حمله طبيه وعطاو الحوايج للدراري الصغار والكبار، وكنشكروها بزاف على هذا الخير الجمعوي اللي دارت لينا، وكنشكروا مصطفى مصطفى البطل العالم اللي عنده 12 وشكرا. وهذه بادره طيبه كنشكروا عليها الاخوه اللي سهروا على هذه العمليه هذه ديال التوزيع ديال هذه الملابس اللي جات في هذه الظروف هذا البرد القارس، اللي الساكنه استحسنات هذه العمليه هذه، والناس اللي الضيوف سي الخصم ولا سي حسن فضيل ولا الضيوف ديال هذه الجمعيه هذه اللي مشكورين اللي نقطعوا من وقتهم باش يجيو يزوروا هذه المنطقة النائية من مجاط. وبالتالي هذه بادرة طيبة مرة أخرى اللي احنا باسم ساكنة جامعة مجاط كنشكروا الإخوان في هذه الجمعية على هذا المجهود الطيب واللي هزوا نوع من الطيم على الساكنة هذه بهذه الألبسة هذه اللي كما قلت جات في ظروف ديال البرد القارس. وشكرا مرة أخرى للجمعية على هذه البادرة الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكروا المنبر الاعلامي حلقه على هذا الاهتمام ديالو والتغطيه ديالو لهذا النشاط اللي دا اليوم في هذه المنطقه ديال مجاط والبريديه. فتنشكروا على التغطيه ديال هذا الفعل الانساني والخيري اللي دا اليوم لفائده هذه المنطقه من طرف جمعيه السفراء الاسماعيليه. فشكر جزيل لكل من قدم يعني او ساعد من قريب او بعيد في هذا النشاط. حنا اليوم غادي نتكلموا شويه على النزاهات، غادي نهضر شويه على النزاهه السلطانيه.
النزهات اللي كانوا تيديروا في ذاك الوقت، يعني كانوا تيديروا الملوك واللي كانوا تيديروا السلاطين والشرفاء. فالنزهه كتبدا بعدا يعني بمعاينه المكان، وكانوا تيتنصبوا الخزاين وكيتصاوبوا الفرارن الخاصه يعني بالشي الخرفان. فالنزهه كانت ملكيه الخرفان، تتلقى يعني واحد السيمانه قبل كاين واحد الفرقه خاصه بالمطبخ السلطاني اللي كتمشي وكتحفر وكتبني داك الفرارن وكل ما يتعلق يعني بالطبخ. وكذلك فرقه خاصه فريكيه والزرزايه اللي تيحطوا الخيمات وتيحطوا داك الانواع النحاس وداك لي طاس وداك الشيء كيتحكى الحقي والطرقي، لان هذه نزهه سلطانيه كبيره. كذلك من طقوس النزهه الى كانت في المناطق يعني الامازيغيه، فكنحطروا هنا احيدوس ومجموعه ديال الفروق الفولكلوريه، كذلك تكون حضور يعني الفروسيه واللي هي باش نستقبلوا الضيوف ديال السلطان ولا السلطان ولا جميع ذوي الحيثيات اللي معاه. فطقوس النزهه يعني كانت عندها واحد المعايير خاصه، ونقدروا كاع نديروها يعني كتراث لا مادي ولما لا على حسب الصور اللي متوفره لينا. فكتلقى واحد فوق 100 واحد خاصه بالحواله مشويين. وحتى كانت واحد القضيه فاش كانوا تيستقبلوا يعني بقوه الناس اللي كانت تبغي الضيوف ديالها، فتستقبلوا بواحد النوع ديال ابيضي بالحواله، كتلقى الناس واقفين بابيضي والحواله مكتين. واول حاجه كدار ما كاين لا خطبه ولا هادي، اول حاجه كيوصل الموكب كيتحط الماكله عاد تنوضوا نشطوا عاد تنوضوا نخطبوا. وهذا هو اللي كاين. كاين يعني مما احنا في البريديه، فكانت نزهه السلطان الحسن الاول كانت تدار يعني في ايام الربيع، كدار في جهه سيدي بوزكري سبان تقريبا، كينزل واحد 24 يوم ولا 25 يوم يعني من نزهات الكبار السلاطين. هذه معروفه يعني ميمكنش مولاي الحسن السلطان مولاي الحسن الاول غادي يزور مدينه مكناس وما يجلس خصوصا في هذه المنطقه الربيع في هذا القرب ديال هذا الوالي هذا. فهذوما يعني ومنهم يعني كما تنقولوا انسبيراو يعني لا الاعيان ولا القبائل ولا الناس اللي جاوا من بعد يعني تيحاولوا يقلدوا هذوك النزايا اللي كانوا تيديروا السلاطين. اوكي ما وصلوش لدوك لي نورم، ولكن كانوا تيحاولوا يقلدوا وعلى حسب تطور الحال حتى وصلنا لهذا الزمن هذا اللي ولاو تيديروها الحرفيين وتيديروها الفنانه وتيديروها العلماء وبعض المرات حتى دارات. ولكن كاين نوع من التشبيه للنزهه الملوكيه السلطانيه اللي معروفه في الارجاء ديال مدينه مكناس. وشكرا. اولا كنشكر جماعه مزات على الاستقبال ديالها الحار دائما، كنشكرهم على المجهودات اللي كيبذلوا، والحمد لله يعني المنطقه جميله بزاف وجميله بالطبيعه ديالها. اللي نقدر نقول على المنطقه هو ما شاء الله وتبارك الرحمن، والله يحيينا ويحييهم المبادرات اخرى ان شاء الله. كنتمنى يقبلوا علينا في هذه الشويه اللي يعني المبادره اللي درنا يعني واحد القليل جزء قليل بزاف في حقهم، وكنتمنى نكونوا عند حسن ظنهم في محطات اخرى ان شاء الله. شكرا.